المشكل ديالنا هو ان الشركه اللي تكلفت باصلاح وترميم واعاده قنوات الماء الصالح للشرب تكرفصت على الساكنه وتكرفصت على الحي وتكرفصت على كل شيء، حيت انها خلاتنا تقابا قداش ولاو كيشكروا خاطر على ولادنا، ومنعات الناس من النظافه، مابقاش كيقدر بنادم يسيق لا الدروج لا قدام الدار ديالو، حيت لا سيق من الفوق لتحت كيهبط الماء على الناس كيولي يخلق مشكل واكبر يطيح فيهم دري صغير. والمشكل اللي كيقلق ان كنتواصلوا مع السيد اللي مكلف بهذا البروجي وكيقولنا واخا انا غنجي هاد الاثنين، كنجيو الاثنين ثلاث الاربع كيقولك لا هو ما جاتني السلعه غتجيني نهار اثنين ثاني، كيبقى كيتماطل عندنا دابا هادشي شهر ونص وحنا كنريكلامو ودرنا في لاباج ديال الحي ديالنا وما كاين حتى شي نتيجه. حنا المطالب ردوا لنا داكشي كيف كان، حنا شي الاصلاح غيصلحوا يخربوا لنا العماره ويطيحوهم لينا بلاش. العمارات راه قلت لك العمارات ماشي العماره ديالنا، راه العمارات في العمق، وبالاضافه لهذاك خلاو الازبال داكشي ديال اللي حيدوا من هنا جمعوهم وكيخليهم حدا العماره، عماره كل وحده كيخلي لها حقها من الزبل عاشاك، ضروريين ماشي من دابا حتى الدراري اللي كنخافوا على ولادنا اللي يطيحوا فيهم، راه مشكل دابا دري صغير يقدر يطيح في ديك الحفره كشتيهم قداش. والما قلت لك حتى النظافه ما بقيناش كننظفوا الدروج وما بقيناش كننظفوا قدام البالكو ديالنا وداكشي، هات لا سيقتي حاجه كان الماء الزبل ديالك كيهبط على اللي تحت منك اللي تحت منه ويبقى غادي هابط.